لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: حملة ملاحقة وترهيب نشطاء ذي قار تهدف لدفعهم القبول بصفقة. في العربي الجديد: ميليشيات ترحب بدعوة الصدر للعودة إلى البيوت الطائفية. في عربي 21: اعتقالات وإصابات في الضفة والقدس واقتحام الأقصى. في القدس العربي: العراق إحراق مقار أحزاب كردية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. في العرب اللندنية: سعوديان يخترعان تقنية تنير الحرم بالمشي. في ألترا عراق: قلق من اجتياح جديد للفيروس الفتاك، هل تغلق المدارس في العراق؟ وفي الشرق الأوسط: بريطانيا تبدأ حملة التطعيم غدا، والملكة تتلقى اللقاح علنا. السلام عليكم. بعد 17 عاما من التدمير المنهجي للدولة العراقية ومؤسساتها ولنسيج الشعب العراقي الذي امتد إلى كل قطاعات البلد المختلفة، تتفتق عقول حكومة الخضراء وبرلمانها عن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية لاستكمال حلقة التدمير الكامل، ولتطوق العراقيين حاضرا ومستقبلا باستعمار فكري مفصل، ليس من أجل العلم والثقافة والفكر، بل من أجل التجهيل وإرساء أيديولوجية دينية متخلفة ترتبط بولاية الفقيه. حول قانون الشهادات العلمية كتب ولاء سعيد السامرائي في مجلة الجاردينية: صدم الأساتذة الجامعيون والأكاديميون والمتخصصون من تشريع مثل هذا القانون الجائر بحق الكادر التعليمي والعلم والتعليم والثقافة، إذ اعتبروه قانوناً مشيناً بحق العراق ومؤسساته التعليمية والعلمية المعروفة بصرامتها ورصانتها المهنية واحترامها للمعايير الدولية، ورأوا فيه تدميراً للتعليم الذي هو أساس تقدم ورقي أي بلد، لأنه يخرق كل القواعد المتعارف عليها في كل أنحاء العالم، فلا يوجد دولة تعتمد مثل هكذا قانون. يضرب هذا القانون العلم والتعليم والشهادة والفكر عرض الحائط ليكون قانونا مفصلا لخدمة المزورين للشهادات، وكل من ليس له تحصيل علمي أو أنه لا يمتلك إلا الشهادة الابتدائية أو المتوسطة من الطبقة السياسية ممن ملك المال الفاسد والسلطة غير الشرعية بعد الغزو، ليستحوذ اليوم أيضا على الشهادات العلمية والألقاب الجامعية التي يشعر بنقص كبير لعدم امتلاكه لها. هذا القانون شرع لمجموعة هي أصلا مزورة للشهادات في البرلمان لأنهم كثر، وهو ما صرح به أحد النواب تحت قبة البرلمان بقوله: إن هناك عددا كبيرا من النواب لا يملك أي شهادة علمية، ولكنه زور شهادات وينسبها له ويضعها في السيرة الذاتية ويقدمها في الانتخابات، ومن بين هؤلاء المزورين المعروفين نائب سابق لرئيس الوزراء، أي أن البرلمان شرع ما كان يجري بالخفاء ليصبح وبكل وقاحة قانونا يتم العمل به لخدمة أدوات الاحتلال وهيمنتها. أساتذة وأكاديميون وإعلاميون وحتى المواطنون أجمعوا على أن هذا القانون هو وسيلة لهيمنة الفاسدين في عملية الاحتلال السياسي على آخر ما بقي للعراق والعراقيين من فضاء لم تمسه أياد التخريب والتهديم بقوة، رغم دخولها إليه منذ سنوات وفرض سياسة المفاضلة في القبول وتعيين الأساتذة وإعطاء الألقاب العلمية بالعشرات لأطروحات لا قيمة علمية لها، كتلك التي أعطيت لرئيس المحكمة الدستورية الحالي المفترض قانونيا أن يتفرغ للعلم ولا يتقدم للدراسة والحصول على لقب علمي طالما يكون في وظيفته وممارسا لها في فترة الدراسة تجنبا لوجود مصلحة شخصية.
هل فشلت الانتفاضة التشرينية؟ سؤال يطرحه الكاتب أدهم إبراهيم في مقال نشرته صحيفة الزمان، وجاء فيها: بعد أكثر من عام على انتفاضة الشباب التشرينية، تم رفع الخيم من ساحة التحرير في بغداد، وفتحت الشوارع لإعادة حركة السير، وساحة التحرير كما هو معلوم تعد موقعا رمزيا للانتفاضة. وقد سيطر جو من الإحباط على بعض الناشطين نتيجة فض اعتصام التحرير بالقوة، لكن الانتفاضة استمرت في البصرة حيث تم قمعها بالقوة باستخدام الرصاص الحي، وكذلك في مدينة الناصرية التي ما زالت جذوتها تتقد باستمرار رغم محاولات إطفائها بالعنف المفرط. تحاول بعض الأحزاب الحاكمة وميليشياتها المارقة تسويق القناعة بانتهاء وموت الانتفاضة. ما الذي يجعل ثورة واحدة تنجح وأخرى تفشل؟ ولماذا يحقق البعض أهدافه من خلال الانتفاضة بينما يخفق الآخر في تحقيق مطالبه؟ وانتفاضة تشرين العراقية، هل ما زالت جذوتها مشتعلة رغم مظاهر القمع والنكوص الظاهرة؟ أم أنها انطفأت واكتفت بتحقيق بعض مطالبها؟ وإذا فشلت، ما هي أسباب تراجعها؟ قبل كل شيء، يجب التفريق بين الانتفاضة والثورة، فالأخيرة تكون نتائجها سريعة، فإما أن تقمع وتنتهي أو تنتصر وتحقق أهدافها، على عكس الانتفاضة التي تمتد لفترة زمنية أطول. ولذلك فانتفاضة تشرين لم تكن ثورة بمعنى الحقيقي، كما لم تكن فقاعة أو موجة طارئة، بل كانت ولم تزل انتفاضة نابعة من رحم الشعب المقهور بعد أن كسرت الجماهير حاجز الخوف وأعطت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعوقين. والانتفاضة تبقى ما بقيت أسبابها، وبذلك فإنها لن تموت. وبالرغم من القمع الوحشي وجائحة كورونا وما تتسببه في توقف الانتفاضة، فإنها ظلت مشتعلة في عقول وصدور الشباب، الشباب الواعي تماما بالأهداف المطلوبة وبضرورة إزالة الطغمة الفاسدة وتسقيط العملية السياسية كلها. إذا أردنا استقراء مستقبل الانتفاضة، علينا الرجوع إلى الأسباب المؤدية لها، فهي نابعة من الفساد والاستبداد والمعاناة على مدى سنوات من حكم أحزاب دينية لم تقدم للعراق سوى الخراب والإفلاس. هذه الأسباب ما زالت قائمة، بل زادت استفحالا باغتيال وتغييب الناشطين وتجاهل دماء المنتفضين، إضافة إلى الوعود الزائفة. وبذلك فإننا لم نرى مظاهر الانتفاضة اليوم، فإنها ستعاود الانطلاق مجددا طالما استمر قادة الأحزاب الحاكمة في غيهم وتجاهلهم لمطالب الشعب المحقة والعادلة. لا تحتاج حالة الاحتقان في الشارع العراقي عموما والوسط والجنوب خصوصا إلا لشرارة تشعل النار التي تتغذى على حطب الفساد والقتل والخراب تحت الرماد منذ سنوات عديدة. حول الكاظم والثورة كتب زي وليد في موقع ألترا عراق: دق ما حصل في الناصرية جرس الإنذار لمرحلة ربما تكون أسوأ مما مضى منذ انطلاق انتفاضة تشرين العام الماضي. بدا المنظر واضحا، معسكران من متظاهرين تفصل بينهما مسافة بسيطة، يتبادلان الحجارة وما تيسر باليد، ثم الرصاص الحي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7 أشخاص وعشرات الجرحى. عاب الكثيرون ونحن منهم على حكومة عادل عبد المهدي صمتها أو عجزها عن إيقاف حملة الفتك بالمتظاهرين واستقواء سلاح لا دولة أو الدولة على العزل والناشطين واستخدامه في تهديد وترويع مختلف الأطراف. كانت حكومة عبد المهدي ضعيفة إلى درجة فاحشة، لكنها كانت في نفس الوقت عاملا مهدئا لمن يستفيد من ضعفها. بمعنى آخر، كانت قوى لا دولة المتغولة بالاستناد إلى ضعف عبد المهدي تقنن نسبيا ضع ألف خط تحت نسبيا من هيجانها لكي لا تجهز على رئيس الحكومة الحليف الضعيف. حتى العمليات الطائشة ارتكبت في إطار الضغط للحفاظ على الحالة التي أوصلت عبد المهدي إلى السلطة. أي كان هذا الرئيس المزهرية في موقع لا يصح ذكره. حال تسليم هذه الحكومة حقيبتها للكاظمي، لم تعد قوى لا دولة تخشى الشيء الكثير، تحديداً في توازنات القوى الداخلية.
تتصرف حكومة الكاظمي على نحو أسوأ من سابقتها كطرف بين أطراف عدة متصارعة. عبد المهدي هو حليف الفاسدين والميليشيات الضعيف، وفرقه عن الكاظمي أن الأخير ضعيف غير حليف، فلا هو القوي القادر على إيقاف السلاح المنفلت عند حده، كما أنه ليس حليفا مفضلا لذلك السلاح، ما يحد من انفلاته. يواجه اليمن مصيرا سوداويا، أقل ما يقال عنه أنه يضع كرامة معظم الشعب اليمني أمام تحدي الانصياع المذل لجماعة إرهابية أقلوية متعصبة، مقال للكاتب ياسين التميمي في موقع عربي 21. لا أحد يستوعب مدى تأثير ذلك على الشعب اليمني، لأن الحوثيين كمشروع طائفي ماضوي وكهنوتي سيكون بوسعهم أن يطووا صفحتي ثورتين عظيمتين، هما ثورة 26 من أيلول سبتمبر عام 62 وتسعمائة وألف التي أنتجت الجمهورية، وثورة 11 من شباط فبراير عام 2011 التي أنهت الاستبداد واحتكار السلطة وأعادت الاعتبار للجمهورية وللديمقراطية والمواطنة المتساوية. وذلك يعني أننا بإزاء دفن لا يحتمل لهاتين الثورتين بأهدافهما ورموزهما وأدبياتهما، والوجدان الذي تشكل من وحيهما وأعاد الحياة لليمنيين من جديد. تكمن مشكلة الشعب اليمني في أن الحوثيين يبنون نفوذهم على جماجم الشعب عبر الجرائم التي يرتكبونها دون هوادة، ومن التغطية الدولية التي تضعهم طرفاً يواجه بلداً مثل السعودية المعروفة بقدرتها الاقتصادية والعسكرية، ليبدو الأمر وكأنه استعلاء سعودي على اليمن الذي بات يختزل في هذه الجماعة الطائفية. ومشكلة اليمنيين الإضافية أن الرئيس هادي الذي انتخبه أكثر من 6 ملايين قد خذلهم وتخلى عنهم وخان الأمانة الدستورية حينما جير الدولة وإمكانياتها ومقدراتها لصالح هذه الجماعة الإجرامية، ووضعها كذلك ولا يزال رهن تصرف القوى الإقليمية المتربصة باليمن. هناك ميل واضح في المزاج الدولي والإقليمي نحو القبول بالحوثيين وتمكينهم ومكافأتهم، لا تعيقه سوى نوايا ترامب الجدية في تصنيف هذه الجماعة ضمن قائمة الإرهاب، وهو قرار إن تم فإنه سيمثل الحد الأدنى من التعويض الذي يستحقه اليمنيون بسبب التآمر الذي وقع عليهم من قبل القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. منذ عقود والعلاقات بين طهران وواشنطن تتميز بطبيعة خاصة، وإن لم تكن متفردة فهي نموذج كلاسيكي للعلاقات بين دولتين تجمعهما ملفات كثيرة، وتتنوع التفاعلات بينهما من التعاون إلى التصارع. وتشهد العقود الأربعة الماضية على ثبات هذه العلاقة المزدوجة والواقعية بحسب الكاتب سامح راشد في مقال بصحيفة العربي الجديد. في منتصف الثمانينيات حين كانت طهران تصف واشنطن بالشيطان الأكبر، لم تتوقف العلاقات السرية بينهما، بل وصلت إلى تزويد إيران بأسلحة أمريكية بواسطة إسرائيل، وشهدت العمليات العسكرية لإخراج العراق من الكويت عام 91 و900 ألف تنسيقاً وتفاهمات أمريكية وإيرانية. وتكرر الأمر ذاته ولكن على نطاق أوسع وبتفاهمات أعمق قبل الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وفي أثنائه وبعده، ولم تنقطع الاتصالات المباشرة وغير المباشرة في محطات كثيرة، ولم تتوقف التفاهمات الضمنية والصريحة بشأن ملفات مهمة من لبنان إلى اليمن ومن العراق إلى الخليج. وأيا كان مستوى التفاهم وحدود التنسيق، كان الثابت دائما هو التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة والتوتر الظاهري. وليس أدل على تلك الفجوة بين واقع العلاقات وظاهرها أن البرنامج النووي الإيراني أكثر الملفات مدعاة للقلق عالميا وليس فقط أمريكيا، بدأ واستمر وتطور تحت سمع الولايات المتحدة وبصرها، بل شهدت طموحات إيران النووية قفزة نوعية
وتم تدشين برنامج نووي حقيقي وخطير عام 1992 قبل خروج جورج بوش الأب من البيت الأبيض، حيث أبرمت إيران حزمة اتفاقات مع روسيا لتطوير القدرات النووية الإيرانية بمختلف مكوناتها البنيوية والمعرفية والتكنولوجية. وبينما راحت طهران تطور قدراتها بل وتمارس أنشطة نووية سرية ما يقرب من عقدين، لم تحرك واشنطن ساكنا من بوش الأب إلى كلينتون ثم بوش الابن ومن بعده أوباما وصولا إلى ترامب. المثير للدهشة أن طهران اتبعت النهج الدعائي نفسه وتبنت لغة الخطاب الهجومي نفسه الذي يظهر عداء كلاميا، بينما السلوك الواقعي حيادي لم يكن تعاونيا، لكن طهران تمكنت من بناء منظومة نفوذ شاملة في الشرق الأوسط تضم وكلاء ونقاط هيمنة حصرية وأذرعا تجيد دائما توجيهها وتحريكها في الاتجاه والوقت المناسبين، بينما لم تستطع واشنطن فعل الشيء نفسه. مثلت عملية اغتيال محسن فخري زادة الذي يوصف بأبي القنبلة الذرية الإيرانية ضربة موجعة للمشروع النووي الإيراني واختراقا كبيرا لمنظومة الدفاع والمخابرات في هذا البلد الذي يخوض حروبا مخابراتية مع خصومه منذ عقود. حول القضية كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربية: تنفيذ عملية الاغتيال كان أقرب لسيناريو فيلم من أفلام الأكشن الهوليوودية، إذ وصفت وكالة أنباء فارس عملية الاغتيال بالقول إن العملية لم تستغرق سوى 3 دقائق فقط، وأنه لم يكن هناك عامل بشري في مكان الاغتيال، ولم يتم إطلاق النار إلا بأسلحة آلية يتم التحكم فيها عن بعد. كذلك أوضحت الوكالة أن فخري زاد وزوجته كانا يستقلان سيارة مضادة للرصاص في طريقهما إلى منطقة دماوند قرب طهران، وكانت ترافقه 3 سيارات حراسة. انفصلت إحدى سيارات الحراسة عن الموكب على بعد كيلومترات من موقع الحادث بهدف التحقق ورصد حركة مشبوهة. في تلك الأثناء تسبب صوت بضع رصاصات استهدفت السيارة في لفت نظر فخري زادة الذي أوقف سيارته وترجل منها معتقدا أن الصوت ناتج عن اصطدام بعائق خارجي أو مشكلة في محرك السيارة. وفي لحظة نزوله قام مدفع رشاش آلي يتم التحكم به عن بعد مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على بعد 150 مترا بإطلاق وابلة من الرصاص عليه لتصيبه 3 رصاصات قطعت واحدة منها نخاعه الشوكي. وبعد لحظات تم تفجير الشاحنة المركونة، ووفقا للوكالة الإيرانية بعد ذلك نقل فخري زادة جريحا إلى مستوصف قريب ومنه بطائرة مروحية إلى مستشفى في طهران، لكنه توفي هناك. لقد فندت الكاتبة الأمريكية من أصول إيرانية أريان طبائي وهي كبيرة باحثي كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي ما ادعاه بعض المراقبين الإسرائيليين من أن اغتيال فخري زادة سيصعب على إيران استكمال برنامجها للردع النووي، إذ قال الطبائي إن قيادة فخري زادة للمشروع وإلمامه به كان مهما من دون شك، لكن هذا المنطق من التفكير يبالغ في تقدير أهمية فرد واحد بغض النظر عن مدى دوره وتأثيره من قبل في تطوير برنامج إيران النووي. طورا أكاديميان سعوديان تقنية يمكنها إنارة الحرم عن طريق المشي على مكابس صغيرة توضع تحت الأرضيات مما يساعد على توليد الكهرباء وبالتالي إنارة المكان. وسجل الأكاديميان براءة اختراعهما في مكتب براءات الاختراع الأمريكي بعد سنوات من النضال من أجل ذلك. ووفقا لموقع CNN الأمريكي قال عبد الحميد الخطيب أستاذ الهندسة الطبية المساعد في جامعة الملك عبد العزيز وأحد مسجلي براءة الاختراع إن هذه التقنية تعمل عن طريق الضغط على مكابس صغيرة توضع تحت الأرضيات وتجمع الطاقة المولدة في بطاريات لوقت الحاجة. وأشار إلى أن هذه التقنية يمكن استخدامها بالأساس في الأماكن التي يكون فيها عدد المشاة كبيرا عبر مسافات طويلة
مثل المولات وممشى الرياض ومداخل الفنادق، ومثلها الحرمين المكي والمدني لكونهما يحتويان أعدادا كبيرة من الناس، وهو ما يمكن أن يسهم في توفير نسبة كبيرة من الطاقة اللازمة لإضاءة الحرمين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.